قتلوا. شوفوا وشكم بخير. شد حيلك. الله يحفظكم ويسر دربكم. يا باشا هي هوني مش جايه معانا ولا ايه؟ هوني هتسبقنا على تل ابيب، هتجهز لنا كل حاجه هناك قبل ما نوصل. We'll be right back.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت فاكر نفسك في الحسينة يا شيخ حسن؟ قول في سرك. كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبوله يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافئنا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجة مشيت حسب الخطة اللي أنا راسمها. كلنا بكرة الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع إبراهيم، عايز كل حاجة تبقى طبيعية. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قالك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قالك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم.
ايه؟ ايه يا ابراهيم؟ انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت في ايه يا شيخ حسن؟ مش عارف انا اجيب ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يلا يلا. في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطلع يا باشا. نقطة ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطلع. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ساتك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لا، أنا مش جايبكم هنا عشان تموتوا. الأعمار بيد الله يا باشا، وحياة أبويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش. أنا المرة دي مش هفشل. أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لا. أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي. والله العظيم تلاتة هجيبها. تلات أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا. يا باشا أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط. إنما المرة دي هجيبها، والمصحف الشريف هتيجي. أنا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي. ما كانش عندي رغبة إن أنا أعمل أي حاجة. إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا إنسان تاني. أنا كنت ضايع يا باشا، وأنت خليتني ألاقي نفسي. أبوس إيدك سيبني أنط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا وهبي، حتى لو لغيت العملية يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، أنا هستني هنا لوحدي وهجري وأنط الناحية التانية. حسام، أنت اتجننت؟ لا يا إبراهيم ما اتجننتش، بالعكس. أنا عاقل جدا وعارف أنا بقول إيه كويس. ولعلمك أنا مش هنط النطة دي عشان خاطر الفلوس. أنا كل اللي كنت عايزه من الفلوس إني أعمل عملية أبويا، إنما أنا ما بحبش الفلوس. أنا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا. ودي بالنسبة لي هي نقطة الثقة. Thank you.
هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير. يلا هوبا ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك يلا. هوبا يا حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وعن تقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معاني. انا ما بحبش القرارات المفاجاه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيسلموا منك هناك، تخلص شغلك وتستنى انا في الجراج تحت. ها زهر، افتح باب السطور. حاضر 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 يا باشا. ايه
ايوه زاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. ايوه زاهر، احنا قدام الباب الحديد دي اللي بيودي على الممر بتاع الخزنه. حاضر حاضر يا باشا. أشعة الليزر، محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يا خفي يا ألطلتك من أخاف. يا زاهر، زاهر، إحنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر، حاضر، حاضر. بسرعة زاهر، يلا يا زاهر بسرعة. حاضر حاضر حاضر. يا باشا في حد طلع السلم، في حد طلع السلم. زاهر يا زاهر، زاهر قفل الجهاز. الكورة مسكوها يا باشا. Thank you.
حدش يتحرك من مكانه. ناجي باشا، ناجي باشا، سامعني؟ أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي. يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر.